كنا دوم نخاف وأنا كان دوم يصير حرب وهيك شيء. كانوا ياخذوا غصب عنهم الرجال، هاي اخواتي هذول غصب عنهم يديروا. ما في لا مصاري ولا شيء. كنا كويسين مع بعض ولا خير. وكل واحد عم يطرح. في عندي كان العاب هيك شيء، يعني بحبهم كثير، كنت حابب اجيبهم معي. قالوا انه بدكم تمشوا كثير، تتعبوا وتكبوا. أنا عم بفكر إيش بده يصير معنا. بدنا نموت ونوصي الله ليدي. وأنا ما بنفهم لا بنفهم اللغة ولا. هلا أنا مشتاق لأخواتي بس هو. مامي ونسوي صداقة. Thank you.